فاز فريق منطقة حول التعليمية بالمركز الأول في ختام البطولة الوطنية الأولى لمناظرات مدارس وزارة التربية باللغة العربية للعام الدراسي الحالي، فيما حل فريق منطقة الجهراء التعليمية ثانيا. وبدأت أنشطة البطولة بمنافسة فرق من المناطق التعليمية الست عبر ثلاث جولات بحضور لجنة تحكيم ضمت أكاديميين وموجه اللغة العربية، وتناول نهائي البطولة قضية التجنيد كمتطلب إلزامي للالتحاق بالجامعة. وأشاد مسؤول وزارة التربية بمساهمة هذه البطولة في تعزيز قدرات الطلاب اللغوية، وسيمثل الطلاب الفائزون الكويت في بطولة قطر للمناظرات المزمع إقامتها في إبريل المقبل. البطولة الوطنية الأولى للمناظرات هذا شيء يسعدنا جدا ونفتخر فيه، لأن هذه البطولة يعني في مجال الأنشطة تدعم وتصقل المنهج بشكل عام، وهي ليست كلام مقابل كلام أو رأي مقابل رأي، وإنما هي قيم وفكر، وتعزز الانتماء الوطني، تعزز التفكير الناقد، وتصقل مواهب الطلاب بشكل رائع وواقعي وحقيقي.